انطلقت النهضة الصناعية منذ زمن المؤسس رحمه الله وغفر له إلى وقتنا الحالي، عندما كانت الانطلاقة من عام 1933 عند استخراج النفط. ومن بعد ذلك كان للقرارات الحكيمة المتخذة من وحتى يومنا الحالي الأثر الأكبر في سلسلة النجاحات الصناعية والتنموية. وكان من أهم الإنجازات التركيز على التعليم وإطلاق الجامعات والكليات المتخصصة في المجالات الحيوية والعلمية. ومنذ الماضي ووصولا إلى الحاضر، استشرفت المملكة العربية السعودية معالم المستقبل في ظل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسموه ولي عهده الأمين حفظه الله ورعاه، وإطلاق رؤيتها الفريدة. ونشهد اليوم ما تحقق من إنجازات ونجاحات على كافة محاور الرؤية. من هنا سعت كلية العلوم بجامعة الملك سعود لإبراز التميز في مجال البحوث العلمية لإطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم 2023 باستقطاب الباحثين من جميع دول العالم. يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد، ومن أهمها الطاقة المتجددة، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات ملائمة للاستثمارات العملاقة في مجال الطاقة الشمسية وقطاع التعدين واستكشاف مناطق التعدين في كافة مناطق المملكة، وقطاع الصناعات البتروكيميائية الذي يهدف في العام 2030 الوصول إلى التنافسية العالمية. يبرز المؤتمر مدى الاهتمام بالمواد التطبيقية لدورها في إضافة خصائص محسنة للمواد المستخدمة في الصناعات المتقدمة، وإلقاء الضوء على جوانب المحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة، وذلك تحقيقاً لأهداف مبادرة السعودية الخضراء وتطوير التقنيات الحيوية للمساهمة في الأمن الصحي والغذائي والمجتمعي، فضلاً عن إسهام المؤتمر في إبراز جدوى علوم الرياضيات الاكتوارية والمالية في تحليل وإدارة المخاطر المالية ودعم اتخاذ القرار. كما يهدف المؤتمر إلى إبراز دور المرأة في العلوم والتنمية المستدامة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء آمال جديدة لأمة طموحة تساهم في إعمار الأرض لتكون أكثر ازدهاراً وإشراقاً للأجيال القادمة.